السادسة صباحا بتوقيت القاهرة، موجز لأهم وآخر الأنباء من عاصمة الخبر، أهلا بكم. صوت مجلس النواب الأمريكي بالموافقة على مشروع قانون رفع سقف الدين الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار، وأيد مشروع القانون 314 نائبا من مجلس النواب مقابل معارضة 117 نائبا. ومن المقرر أن يصوت على القانون مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية للموافقة عليه قبل رفعه إلى الرئيس جو بايدن ليوقعه ويدخله حيز التنفيذ. وتأتي الموافقة قبل 5 أيام فقط من الموعد النهائي لتجنب تعثر كبير في السداد. هذا ورحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتصويت على مشروع القرار في مجلس النواب، معتبرا ذلك خطوة أساسية. حث بايدن مجلس الشيوخ على تمرير مشروع القانون بأسرع ما يمكن حتى يتمكن من توقيعه ليصبح قانونا ساريا. شنت روسيا غارة جوية على العديد من الأهداف في العاصمة الأوكرانية كييف، أسفرت عن مصرع 3 أشخاص وهدم عدد من الأبنية. ذكرت الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية باندلاع حريق في حي دنيبرو جراء سقوط حطام أحد الصواريخ، فيما طالب عمدة كييف المواطنين بالبقاء في الملاجئ بعيدا عن مناطق الانفجارات. قال حاكم مدينة بيلغرود فياتشيسلاف غلادكوف، قال إن شخصين أصيبا في قصف أوكراني على بلدة شيبينكو في منطقة بيلغرود الروسية. أوضح غلادكوف أن القصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية استمر لمدة ساعة، مضيفا أن الخدمات التشغيلية والطوارئ موجودة في موقع القصف. ختام الموجز، لمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة news.net، كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك تويتر انستغرام ويوتيوب، كما يمكنكم أيضا متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11.747 فيرتيكال، كما يمكنكم بالفعل تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. أشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء. هنا القاهرة عاصمة الخبر.